إذن مشاهدينا نعود لكم في مباشر جديد من قلعة الصراغنة. مشاهدينا الساكنة دوار الكورس مازال كتسنى رغم إحصائهم من طرف مجموعة العمران 14 العام هذه ومازالوا كيتسناو الاستفادة. مشاهدي قناة شوف تيفي اليوم كنشوفوهم منذ الصباح حتى اللحظة أمام مقر عمالة الإقليم، فغنشوفوهم نشوفو شنا هي المطالب ديالهم. طبعا مشاهدي قناة شوف تيفي غنشوفو 14 عام ديال الانتظار مازال ما كاينش الحل لهاد الناس، طبعا هاد الساكنه هادي ديال دوار الكورس. مشاهدي قناه شوف تيفي، طبعا هاد الناس يقولنا انه شركه العمران او مجموعه العمران قامت بالاحصاء ديالهم منذ سنه 2010، من 2010 مازالوا كينتظروا مازالوا كيتسناو رغم الوقفات المتكرره. طبعا مشاهدينا وكما تابعتوا معنا عبر قناه الشعب قناه شوف تيفي لعده مرات الا وكنشوفوهم امام مقر الشركه وكنشوفوهم امام مقر العماله ديال الاقليم حتى اللحظه، وتيقولوا انهم مازال بيتين هنا الا ما داروش معاهم الحل. غادي نشوفوا التصريحات ديالهم مشاهدي قناه شوف تيفي من خلال هذه الوقفه للمره، ماشي للمره الاولى او التاليه. طبعا مشاهدينا تفضلوا معنا، شكون اللي غيطلع؟ تفضل الحاج، تفضل الحاج، قلتي لي انهم من الصباح وانتم واقفين هنا امام مقر العماله، احكيو لنا تفضل. هذه المبادره ديالك الله يجازيك بخير، انت بعدا شرفتينا عطيتينا واحد القيمه، حنا من الصباح وحنا هنايا ما كاين اللي سول فينا ما حتى شي حاجه، جا عندنا الشيخ كيصيفطوا هنا بالعاني قال لكم سيروا حتى نهار اثنين وجيو عندنا، حنا عيينا من الوعود الكاذبه، عيينا منها، ما بقى عندنا حتى شي امال الا في الله سبحانه وتعالى وجلاله الملك ديالنا. كتسنى هذا الراجل اللي دخل دابا جديد كاتب العام، قال لنا راه الملف ولا عنده، مشاو عنده الاصدقاء ديالي البارح عنده المقاطعه وقال لي ما انا ما بقاش عندي الملف ديالكم، راه ولا عند السيد كاتب العام. من الصباح حنا كنتسناو باش نديروا واحد اللقاء مع السيد كاتب العام، ما كاينش اللي عطانا وقت، حاطين السلطات هنايا، حاطين العيالات ضالين بالجوع، الماء ما كاينش، راه كنطلبوا من الناس المحسنين هذا الشيء اللي كاين، حنا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى، يعني قبل ما يحكم العبد يحكم الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء اللي كنتمنى. حنا عيينا ودرنا بزاف ديال الوقفات واحتجاجات وكتبنا ورسمنا، حكينا على هذه الشركه اللي حصتكم 2010، حصتنا العمران في 2010 والمشروع دشنو سيدنا في 2014 وعطى الانطلاقه ديالو في 2014 باش يبدا المشروع وغادي يسالي في 2018 على حسب ما سمعنا، حنا ما عندناش محاضر ديال داك الشيء تثبت على هذا الكلام ولكن هذا الشيء اللي سمعنا. المهم دابا هذه راه 2025 وحنا عيينا بركه، عيينا ما نديرو في وقفات واحتجاجات، كنطلبوا من جلاله الملك دخلينا في هذا المحضر، الا ما بغاوش يديروا معنا شي حاجه يقولوا لنا سيروا بحالاتكم، لا بقوا يكذبوا علينا، سيروا اليوم غدا حتى متى الى، عيينا بديك الوعود المزيفه الكاذبه الفارغه لا محل لها من الاعراب. صراحه ما كذبش عليك انا ما بقاش عندي، انا راه ما بغيتش نهدم السكن ديالي اللي هو مازال سكن غير لائق، في شرط العائله ديالي كلهم هدموا، اللي بنا عنده باش يبني راه بنا، اللي ما عندوش راه مشرد كاري، بزاف الناس كارين، والمطالب ديالنا راه كلها كتشوفها في اللافتات، وعينا ما ندير في احتجاجات، انا كون هدمت انا غادي نتشرد، ودابا انا باقي جالس تما كنتسنى تيفكوا مع الناس باش يفكوا معايا انا، وشكرا لك الاخ وكلم مرحبا تفضلوا معنا. كنشكروا شفتيتي كتوصل الصوت ديالنا، هاد الناس راه تكرفصوا علينا بزاف، راه حنا شحال وحنا تنعاني، والمشكل دابا تا الوراق الشواهد الاداريه منعونا منه. ما ممنوع، وسيده بغات تتزوج سيده ما غادي يحرموها من الزواج ديالها، سيد ويتزوج بنت تزادت ما غادي يحطهاش، حنا مشينا على السيد القائد قال لك سيدي سير دعين، ما غادي نعطيو كل شواهد اداريه ليك، حنا راه تنعانيو من العطش من الضو، راكم كتعرفوا كل شيء، حنا راه جماعه سلاليه، هذيك الارض اللي جات حصاتنا العمران باش تحل المشكل مع الناس تعطيها اللي عنده شي حاجه تعطيه، ما نعرفش شنو هادشي اللي محبسه. كتبنا راسلنا ما خلينا ما درنا ما كاينش جواب نهائي، حنا راه جينا بغينا نوصلوا صوتنا، راه منعونا من هاد الوقفه اللي قال لك ما تبقاش وقف، جيب جوج الناس، حنا كنجيو جوج الناس ملي كنبغوا ندخلوا ما تيمنعونا. هاد الناس راه ما شاء الله معاهم، السيد الكاتب العام راه درنا معاه واحد اللقاء الله يجازيه بخير، ما عندنا ما نقولوا. هذوك الناس اللي عارفين اللي عندهم في داخلين في هذا الملف وعارفين الملف قال لهم هاد الناس تفكوا معاهم. وراه مده شهرين هادي دابا متلينا توصلنا حتى شي حاجه. ما نعرفش شنو السبب. القائد الباشا ما كاينش اللي دار معنا شي حاجه، قال لك شوف السيد كاتب العام جديد اللي عاد جا جديد. يو السلام عليكم الله يرحم الوالدين. منين انتم هنا دابا؟ دابا حنا راه من الصباح قبل ما يخرج السيد العام اللي كان ما عرفتش بغي يدير شي حاجه ديال الصفية ولا شنو في مربوح، وقالوا لي نتسناو هنا تيرجعوا مع 11، حنا راه قاعدين كيضايعين هنا لا ماكله لا شراب لا والو، وديما هكا راه ديما هكا، هما باركين علينا يكذبوا علينا،
ما نعرفش هاد الوعود الكاذبه فين غتوصل. ومنعونا من الشواهد الاداريه، لا كارت لا بغيت تصوب شي لا كارت ما تصوبش. سير سيدي دعيني، واش انا على حساب القائد فين غنمشي؟ الا شدني شي بوليسي غنقول له ما عنديش لا كارت؟ الا ما كناش مغاربه يعطيونا شي ورقه حنا بان مغاربه يخرجونا نزيدوا بحالنا. وعايش سيدنا الله ينصرو، حنا بغينا هاد الملف يتصل بسيدنا ويدخل يشوف شنو كاين وفك المشكل اللي عندنا شنو عندنا. ما عرفش هاد العناقيل فين كاين. والسلام عليكم. تفضل سيدي. تفضل. يعني الناس بالسكن راه كيعانيو كيعانيو مده، هاد اليوم كيعانيو من السكن اللائق، السكن غير لائق كيعانيو منه الناس وما عطاوهمش الحق ديالهم، وكيقولوا كيجيو وكيوقفوا عليهم وكيعطيهم علم بوعود الكاذبه. لا وعود لا والو، ما خلاو فين مشاو، ما خلاو فين جاو، مشاو حتى لمراكش حتى لبداك، ما داروا ليهم والو. بنادم بنادم كيظل هنا مسكين ميت بالجوع، قاتلو الجوع وداك الشيء، وفي العشيه يمشي بحالاته من 8 ديال الصباح وهو ما باقي دوك شحال هادي الساعه، هادي راه 8 ديال الليل. والناس ان شاء الله ما والناس والو، ومازالوا الناس غايباتو هنا بولادهم بعيالاتهم بكلشي اللي مغيباتو هنا. هذا هو المشكله. كنشوفوا السيد خاص الناس المسؤولين الله يحفظهم يطلعوا علينا، ولو يطلعوا علينا عشويه، ماشي ماشي يستمطوا علينا دقه وحده. الناس كتجي وما كيجاوب حتى واحد، يخرج واحد يجاوبهم. راهم مواطنين هذو، ماشي ماشي مواطنين، مواطنين دول الدولة ودول المغرب كلهم مواطنين هذا، وكل مواطن عنده حق ديالو، ماشي ما عندوش حق. خاصهم هما يجاوبوا، كل واحد يعطيو الحق ديالو، يجاوبهم علاش اش كيقولوا هما. كل واحد يتصنتوا ليه اش كيقول هو، اشنو هو اللي كيقول السيد، اشنو هي المطالب اللي خاصها، واشنو المواعيد اللي خاصها، والشواهد الشواهد ديال الدراري كيقراو ما عطاهم باش غيدوزو الدراري الامتحان العام. هما الدراري كيقراو عندنا حنا في السيدي مالي باش غيدوزو الامتحان العام، غيخرجو الدراري مشردين، ماشي ما خاصهمش يخرجو مشردين، خاصهم يديرو معانا واحد الحل اللي غادي يديرو معانا واحد الحل ويطالعو على المواطنين كلهم. المواطنين خاصهم يطالعو عليهم ويشوفوهم، هما كيجيو كيبقاو واقفين هنايا راه مواطنين هادو، والله يعز سيدنا راه مواطنين هادو، راه مواطنين، مواطن له حق، ماشي ما له حقش، يجي يبقى واقف هنايا بالعطاش بالشؤون ديالو بكل شيء، وفي الأخرة مسكين يمشي يروح ثاني لذاك المسكن غير لائق، لا ماء لا ضو لا ضو لا والو، مضوي الناس بالشمع. واش هادي 2024 الناس باقا مذوبين بالشمع؟ حلوا مع الناس المشاكل، خاصهم هما يحلوا معاهم جميع المشاكل، ما يبغاوش مثلا يتحولوا من تم يزهزوا ليهم تما ويعطيهم الموضة وكل واحد يبقى في بلاصته. وشكرا لك اخويا على هذا. إذا المشاهدين كما كتابعوا معنا فساكنة دوار الكورس اليوم كما شفتوا معنا أنهم قدام أمام مقر عمالة إقليم قلعة الصراغنة منذ الصباح، هما والنساء ديالهم والولاد ديالهم، ومازال كينتظروا تيقولوا انه لا جواب، مازال كينتظروا في احد المسؤولين اللي غادي ربما يطرع عليهم حلول او حل من هذه الحلول اللي كيطالبوا بها مشاهدينا. تيقولوا ان هاد الناس بعد الاحصاء ديالهم من طرف مجموعه العمران في 2010 مازال كينتظروا الاستفاده. طبعا مشاهدينا تيقولوا انهم لا ضو كما يدعون، لا شواهد اداريه. مشاهدي قناه شوف تاب، تفضلوا معنا لاله. تفضلوا معنا بدلات الشكوى ديالنا. حنا راه سيدي كاين اللي 50 عام كاين اللي 30 عام، كل واحد ساكن في هذيك المنطقة دوار القرص قلعة الصراغنة، باقي كاين اللي استفد وكاين اللي مازال ما استفد. ديما كندقوا البيبان، مشينا عند العمران، مشينا عند السيد الباشا، مشينا عند القايد، تحل ما داروا معنا. دابا أنا 30 عام سيدي أنا ساكنة تما، لا ما لا ضو وشهادة السكنة حرمونا منها، ونط كريت وما عنديش طاقة ديال الكرا نهائيا.
منين بغيت نجيب انا فلوس الكرام الشال الشهر يديروا معانا شي حل. كان طالب الزوج ديالي راه متحصي في 2010 البقعه ديالتو خارجه والولد ديالي مزيود تما ومجوج شي ما استفدش والبقعه الاضافيه ما عطاوهاش ليا. يديروا معانا حل ديما كنمشيو عندهم كيصيفطونا سيروا عند العامل. جينا هنايا استقبلنا فعلا الكاتب العام قال لينا غادي ندير معاكم حل 20 يوم غادي نعاود نعيط لكم. سنينا تعينا حتى واحد ما عيط لينا. حنا جينا تاني نفس المشكل من 2010 وحنا هاد المشكل غاديين فيه لحد الان حتى حاجه ما داروها. ولدي راه سيدي راه ساكن تم راه مزيود تما ومجوج وما استفدش. قال لك عدو اغفال. لا ما كانش اغفال مزيود تما يستفد بحالو بحال الناس. هادشي اللي كنعرف انا اللي استفد وعطيه وريقات واللي ما استفد يديروا معاه حل. هادشي اللي كنطالبوا هاد النداء تنوجهوا لسيدنا سيدنا يطالع بهاد الملف ديالنا دوار الكورس قلعة السراغنة عاش الملك. هادشي اللي كنطالبوا سيدي راه تعذبنا راه تكرفصنا يديروا معنا هاد المسؤولين شي حل الله يجازيهم بخير. رحنا ما كنديروا لا فوضى لا والو كنطالبوا بحقنا حقنا اللي كنطالبوا رحنا مداوي الحقوق وسلاليين وبلادنا هادي. هادشي شكرا هادشي. إذن مشاهدينا كما تابعتوا معنا من أمام مقر عمالة إقليم قلعة صراغنة ساكنة دوار الكورس مشاهدي قناة شوف تيفي طبعا اللي رغم الوقفات المتكررة يقولوا أنهم بعد الإحصاء ديالهم من طرف مجموعة العمران سنة 2010 باقي ما استفدوش باقي كينتظروا. مشاهدي قناة شوف تيفي تفضلي معنا لالا. المشكل ديالنا خويا حنايا من 2015 من 2010 وحنايا هذا المشكل ديالنا مطول بزاف. تحصينا في 2010 وكيقولوا لنا دابا نعوضوا لكم التعويض التعويض. دابا المشكل ما بقيناش حنايا باغيين نحسب التعويض. لاقي المشكل حتى في الشواهد الاداريه. شهاده السكنه ما عنديش ما كيعطيكش لقيت شهاده السكنه بالصوب ولا كارت. انا مواطنه بدون هويه. مشكله وقع لك شي مشكل ولا شنو ما كاينش اللي تيرحمك. هو تيقول لك القايد. حنا دابا كنطالبوا القايد القايد يدير معنا. الا كنتي بغيتي تعمل الشواهد الاداريه ما تمنعنا منهم. اشنو المشكل؟ واش حنايا ماشي مغاربه ماشي نحسب اقليم قلعه السراغنة؟ قال لك هذاك الدوار تمنع من الشواهد الاداريه. اول مره انا كنسمع بان بحال هذا المشكل انه شي دوار تمنع من الشواهد الاداريه. واش هذا حق ولا شنو؟ كنتمنى وحنا طرقنا جميع الابواب مشينا للعماله مشينا للولايه بقى لينا غير الرباط وكنطالبوا من سيدنا يشوف. مشينا كاع الصحافه القنوات كل شيء هضرنا فيه. هذا المشكل راه معروف فيه تماطلات وفيه الوعود الخاويه كتدخلي عندهم كيقول لك واخا سيري حتى الاثنين ثلاث سيري. جا عند الكاتب العام كنا ضنينا فيه عطانا كلام زوين وقلنا راه غادي يفك لنا المشكل. الصراحه هضر معنا هضره زوينه قال لنا راه غادي هذا الملف هذا غنطالع به بيدي. راه عطوني المده ديال شهرين غادي نحل لكم المشكل. دابا اكثر من شهرين غادي في 3 شهور ملي تنجيو ما كاينش اللي بقى عطانا شي حاجه. دابا من جينا منعونا الثمن. حنا دايرين مسيره سلميه سلميه ما كاينش. حنا ما دايرين حنا لا غاوت حتى حاجه بغينا غير حقوق ديالنا. الشتا كدي منا القطره العقارب لا ما لا ضو عطيونا لا ما بغيتوش تعطيونا التعويض. قال لك منكم العمران على دابا العمران على حنا واش حنا شي شعب مغربي ولا ماشي شعب مغربي؟ واش عندنا شي حقوق ولا ما عندناش؟ راه حشومه. كنطالبوا من سيدنا من سيدنا هو اللي باقي عندنا فيه الامل والله سبحانه وتعالى يشوف هذا المشكل ديالنا. راه حنا عيينا ولادنا مشردين كيقراو على الشمعه ما تيجيوش. كاين مسكين اللي عيا ومشى كرا وعقب كاين اللي كرا ورجع عقب رجع للدوار. الله يحسن العوان. هادشي الاقليم قلعه السراغنه فيه اللي تيجي تيشد شي بيرو ما تيقومش بالواجبات ديالو. من 2010 هو كيجي القايد كيدير نفس الشيء تا ماشي تيخرج تيجي القايد الاخر الباشا كاتب العام كلشي. هادشي ما كنتمناو. حنا بغينا غير نشوفوا غير العامل غير نهضروا مع العامل ما خلاوناش ندخلوا. تيجي وقال ممنوع ممنوع ديروا لينا المسيره هنايا. حنا مسيره سلميه. حنا بغينا غير فكوا معانا. كاين شي مشكل اللي عنده شي حاجه يشدها واللي ما عندوش ما يشدهاش. راه كاين اللي ضافت ليه اربعه البقاع كاين اللي شد جوج. حنا مالي الارض سلاليه واصلا هذيك البلاصه ديال هذاك الدوار مشروع ملكي في 2014 كان جا فيض ومشروع ملكي خاص يستافدوا الناس وحنا باقيين. كنطلبوا من الله ومن هاد المسؤولين يشوفوا من حالنا. هادشي حنا عيينا بالمسيرات والوقفات ومشينا على رجلينا ومراكش ما خلينا تمشينا. كنطلبوا من الله المسؤولين يفكوا معانا. شكرا. إذن مشاهدينا كما تابعتوا معنا من قلعة السراغنة من أمام مقر عمالة إقليم قلعة السراغنة هاد الساكنة ديال دوار الكورس اللي كيقولوا أنهم سنة 2010
تم الاحصاء ديالهم من طرف مجموعه العمران حد اللحظه، تيقولوا انهم حتى الان مازال ما استفدوش رغم الوعود الكاذبه اللي كما يدعون اللي تلقاوها مشاهدي قناه شوف تيفي. طبعا رسالتهم الوحيده وهما الاستفاده او كذلك كما كيطالبوا او ربط المنازل ديالهم بالماء والكهرباء كما قالوا، ومحرومين حتى من الشواهد الاداريه. تقول انا ما عنديش بطاقه وطنيه كما شفتوا معنا الوالد عمامي، وحنا ارض سلاليه ماشي ارض سلاليه ومشروع مالكي. من جا الفيض هذا راه مشروع مالكي، ماشي دابا تمشي تمنوا العمره، راه ما كاينش، راه اقليم قلعه سراغنام ما كاينش، ما تيقوموش بالواجبات الوعود الكاذبه. كما شفتوا معنا السيده كتقول لك حتى البطاقه الوطنيه ما عندهاش بسبب الشواهد الاداريه اللي محرومين منها الساكنه ديال دوار الكورس. تفضلي لالا، تفضلي لالا، كاين شي اضافه؟ انا من السكان ديال دوار الكورس. خذي الميكرو فوق، خذي انا من السكان ديال دوار الكورس. انا بالبدايه في الكراج اللي ساكنه تما كيف الوالده، الوالده استافدوا ناض، انا بقيت انا ودري خويا. حنا عاد نسحبوا المحضر ديالنا وحنا محصيين، ملي تيجيو يقولوا لي تولي انت راك ما محصيش وما ساكناش، وانا ساكنه دابا شحال من عام تما والده وليداتي تما، محطوط النيت على حساب المقاطعه، تنمشي عاد لقيت تنقول لهم انا اش درتوا معايا وداك الشيء ما تتبيضوا لي تتسكروا فيا، تيقول لي انت هي راك ما محصياش وما ساكناش وما كنتيش انت وقت حقوقك، فهمتي؟ انا ما فهمتش حتى انا كنداوي الحقوق، انا طالبه الساكنه وطالبه انا التعويض ليا ولوليداتي، انا راه ما عندي فين ندير الدراري، عندي ثلاثه ومن الدار عيان، فين عاد نمشي؟ علاش اللي معايا يعطوني حقوق؟ علاش اللي ما نشد الوثائق ديالي بحال الناس؟ علاش ولادي قاعدين تيقراو ليا على الشمع وضايعه لا ما لا ضو لا عيشه لا سكنه لا حتى شي حاجه؟ هذا العام كرفستنا العقرب، راه حنا معذبين، راه مكرفسين وليداتنا مكرفسين معانا، راه كاع حنايا من داوي الحقوق، راه حنا سلاليين تنطالبوا بالسكن وتنطالبوا بحق وليداتنا، الله ينصر سيدنا يشوف من حالنا ومن حال وليداتنا، والله يغلبنا على هاد والعبد اللي ما شافوش فينا من الصباح لهنا، راه عذبونا وكرفسونا وكرفسوا وليداتنا، راه ما واكلين ما شاربين من 8 ديال الصباح، راه هاد الشيء عيب، راه حشومه، راه جينا دابا شهر هذا ولا شهر ونص، قال لنا سيروا 20 يوم هادي ونعضوا عليكم ونعيطوا لكم، ما عيطوا لنا ما سوقوا فينا ما والو، غير الوعود الخاوي، هاد الشيء راه حنا عيينا منه، الباشا يرسلنا عاد القايد والقايد يرسلنا عاد الباشا والباشا يرسلنا عاد العمران، راه حنا عيينا وطبنا، حنا تنطالبوا بحقنا وحق وليداتنا، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. ديروا معنا شي حل، رحنا عيينا رحنا طبنا وطيبنا ولادنا معانا ومكرفسين، والله ينصر سيدنا. اذا المشاهدين نعود لكم ان شاء الله في مباشر جديد في موضوع جديد بعد ما تابعتوا معنا هذه الوقفه ديال ساكنه دوار الكورس وشفتوا معنا المطالب ديالهم عبر التصريحات ديالهم مشاهدي قناه شوف تيفي. طبعا بعد الاحصاء ديالهم من طرف مجموعه العمران المده ديال 14 سنه، وتيقولوا انهم مازال بيتين هنايا نظرا لانهم تيقولوا حتى المسؤولين ما جاهم حتى شي واحد رغم الوقوف ديالهم منذ الصباح حتى اللحظه. ديما